بس لازم الفرقه ان شاء الله تروح تصدق انها لازم، مش هنمشي الا اخر يوم في البطوله ماشي، يعني معناه انك انت هتوصل النهائي، فيصدقوا ده نوصل، بس نوصل النهائي معلش، مش هنمشي الا لما نيجي اصلا النهائي. لو انت صدقت زي ما بيقولوا كده بالانجليزي believe it بس، نعم ما فيش حاجه قدامك الا انت تصدق ان انا جاي العب النهائي. وتلعب النهائي طبعا يبقى الفرصه طبعا 50-50 بقى، ما فيش ربنا يسهل يعني. بس اعتقد لو عن لعيبه عندها دي النهارده ممكن نوصل النهائي ان شاء الله اعتقد. والمفروض يعني انا مش يعني انا يعني المفروض ما تعرفش، لان احنا في مجموعه برضو كويسه تعتبر كويس، وبعدين شايف ان ممكن يعني هتيجي مثلا دور قبل النهائي. اعتقد ان السنغال هتلعب المغرب لو الامور مشت طبيعتها يعني، النتائج هيقابلوا بعض، الفرق الكبيره هتقابل بعض يعني، مش هتقابل فرقه كبيره قوي ودور قبل النهائي مثلا، مش هتقابل السنغال مثلا او الجزائر. فممكن ان شاء الله نوصل للنهائي وممكن نكسب البطوله ان شاء الله صحيح. يعني، بس مع يعني شايف لو معطيات فممكن نوصل النهائي قدر الله ممكن ما تعرفش يعني، دي بطوله ما تعرفهاش فاهم قصدي؟ ما صحيح. تقدرش تقول يعني اسوأ الفروض مثلا هنوصل دور الاربعه مثلا، ماشي اسوأ الفروض او احسن فروض نوصل النهائي او نطلع من دور الثمانيه، ما تعرفش ايه اللي هيحصل، ما حدش يعرف ايه اللي هيحصل في البطوله دي يعني، البطوله ما شكلها يعني، والمعطيات قبل البطوله معطيات الفرقه في مصر ما تعرفش يعني، ما فيش يعني ماتش كويس ماتش وحش، فما يقدرش يديك درايه صح بالظبط او تاخد فكره بالظبط احنا ممكن نوصل لابعد ايه يعني. لو سالتني اقول ما اعرفش يعني، يعني اتفرج على ليبيا، في ليبيا اقول اه ده الفرقه دي ممكن تكسر اي حد مثلا يعني، اتفرج مثلا على ماتش لبنان مثلا او ماتشات اقول الفرقه دي مش هتوصل دور ال 16 فاهم قصدي؟ فما صحيح. تعرفش ما تعرفش